لو الحكاية فيها إن فيتو. عمرو دياب. عمرو دياب الهضبة. عمرو انا عارفه انه برج الميزان 11 اكتوبر 61. اوكي تقريبا انا عامل كتب عنه. عمرو دياب عنده حظ حلو قوي. اولا طبعا هو برج الميزان وعنده المريخ في برجه، فده يخليه عنده اصرار هايل طول نص السنه الاولاني، وعنده حظ اكتر واكتر على الصيف من اول 8. هيقدر ممكن قوي تجيله فرصه في شغله انه يحقق من خلال الفرصه دي حلم هو بيحلم بيه، بس ينتبه جدا للنواحي القانونيه لغايه اخر يوليو، يعني لحد اخر يوليو هو عنده مواجهات فلكيه، فده يخليه ممكن يعني يعمل اي حاجه قانونيه تؤخذ ضده، فياخد باله قوي في النواحي القانونيه لو ويناقش اي بنود، لو في عقود او كده يناقش اي بنود عقد كل صغيره وكبيره. بس